وكان النقاش حول مشروع قانون المالية مثل ما عملنا في السنة الماضية باش ننسق وننظم أمورنا، والقانون سيناقش في الأسابيع المقبلة في مجلس الشعب الوطني. أما موقف الحكومة وتحاليل الحكومة على مشروع قانون المالية، أعتقد أنها تتفق معي جات كلها بكل تفاصيل في بيان مجلس الوزراء اللي انعقد منذ حوالي 3 أسابيع. ما يتعلق بالأفلات ما اكتشفناه في قانون المالية هو كل ما يدافع عليه الأفلات، يعني قانون المالية مثالي لصالح الشعب، صالح فئات الهشة وكل المواطنين بصفة عامة. ما يدافع عليه الأفلان مبدئيا منذ أول نوفمبر موجود بهذا القانون، لهذا احنا ندعمه بارتياح وبقناعة. نحن ثمننا قانون المالية خاصة في بعده الاجتماعي للطابع اللي جا به من خلال إجراءات فعلا تعزز البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية. هذا من أجل انسجام أكثر للأحزاب تاع الأغلبية الرئاسية، وأيضا الدفاع عن المشروع قانون المالية اللي صادق عليه مجلس الوزراء واللي صادق عليه السيد رئيس الجمهورية، وتحذيرا أيضا إلى النقاش اللي راح يجي في المجلس الشعبي الوطني. سجلنا كذلك بارتياح حرص رئيس الحكومة في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وإبقاء الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية رغم الصعوبات المالية اللي عرفناها. قد تمنا هذا القانون في خاصة التي تمس المواطن بالدرجة الأولى، وهي عدم وجود رسوم جديدة، وثانيا زيادة في التحويلات الاجتماعية التي نثمنها كثيراً.